يا رب نفس السنة دي ألاقي ليلة القدر. يا رب مش قالوا لنا إن ترقبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان؟ مش قالوا لنا يا رب ما نقول عن نبيك إنه نترقبها في الأيام الأحاد الوتر، يعني 21 23 25 27 ويمكن 29. 20 ولا 21 ولا 22؟ 20 ولا ايه؟ ولا 21 ولا 22. عجبتك؟ دي حلوة جدا. ربنا يخليك. يا رب أنا كل سنة بعشم نفسي إن أنا ألاقي ليلة القدر، وبسأل أصحابي وجيراني هل لقيتوا ليلة القدر؟ وبسأل اللي قبلية واللي بعدية هل لقيتوا ليلة القدر؟ بسأل حتى جدي كمان هل سمع عن حد لقى ليلة القدر؟ هو قال لك فين؟ هو مين اللي مين هو يا ايه؟ مين يا ماما مين اللي ايه؟ مين اللي قال له ده يا حبيبي؟ لا معرفش اللي وصف لك قال لك ايه؟ كل سنة يا رب بقعد اسجد واصلي واصرخ واتضرع واقول اللي علموه لي، نفسي الاقي ليلة القدر. مش يا رب انت قلت انه ليلة القدر خير من ألف شهر؟ مش انت قلت يا رب تنزل الملائكة والروح فيها؟ يا رب انا عايز اشوف ليلة القدر، ولا هو يا رب كلام مش مظبوط، ولا بيخدعونا يا رب، ولا فعلا انت عندك الايام كلها زي بعض، مفيش حاجة اسمها ليلة من خير من ألف شهر؟ يا رب الموضوع ايه؟ انا بسألك انت يا رب، انا جاي النهاردة في ايام الاحد بسألك وبقول لك يا رب ايه هو موضوع ليلة القدر؟ لا معرفش معرفش قال معرفش. ما انا سمعت كلام الشيخ يا رب ان ليلة القدر خير من ألف شهر، وان الدعاء فيها مستجاب، وان الدعاء فيها محبوب، وان الدعاء فيها ربنا بيسمعه على طول، وان في لحظة وفي ساعة السماء بتكون مفتوحة. النهاردة يا اولاد احتملت كل ليلة القدر، لان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لنا انتظروها في الليالي الفردية في العشر الاواخر. اكسروا من الدعاء، النهاردة الدعاء ان شاء الله مستجاب يا رب. يا واد اتوضيت جمال، اتوضيت يا واد. اشمعنى جمال؟ انت شم حاجة؟ انا متوضي وزي الفل. لكن العجيب يا رب ما تزعلش مني، ما تزعلش مني يا رب، ايه العجيب؟ انه انا بدعي ما بيحصلش حاجة، حياتي هي هي، اللي انا بسجد فيه وبصرخ عليه بلاقي حياتي ما فيهاش اي جديد. فالموضوع ايه يا رب؟ في ليلة القدر هي عبادتها كألف شهر، يعني أكتر من 80 سنة. في ليلة القدر فيها معنى اتصال القرآن بالليل، إن أنزلناه في ليلة مباركة، فمعنى نزول القرآن بهذه الطريقة جعل وجمع فيها المعاني الكثيرة. الحقيقة أنا مش فاهم الموضوع ده، إذا كان في ليلة خير من ألف شهر طب ليه تتساب لينا بطريقة غامضة؟ ليه ما تكونش معلومة ويتقال علينا اليوم بالظبط؟ ليه لازم نترقبها في عشر أيام طول الشهر؟ والحاجة التانية اللي أنا محتار فيها وبسأل فيها سؤال، ليه طول 1400 سنة ما حدش لقى ليلة القدر؟ ليه ما حصلش أي استجابة؟ هو معقول كل الناس دي كلها ترقبت ليلة القدر وعلى الصدفة الغريبة ان ولا واحد قابل ليلة القدر؟ امر غريب. فكر معايا يا مسلم، قالوا لك ان في ليلة خير من ألف شهر، حاجة عظيمة وجميلة وفيها الدعاء مستجاب، يعني عشمت نفسك سنين وسنين، واللي قبليك عشموا نفوسهم سنين وسنين، لا لقوا ليلة خير من ألف شهر ولا قابلوا ليلة القدر، يعني الموضوع كله كان كذب في كذب وخيال في خيال. ربنا ما عندوش ليلة خير من ألف شهر، لكن ربنا عنده لحظة ممكن تكون بالنسبة لك خير من ألف شهر. الموضوع مش صدفة ولا خيال ولا شيء مجهول، الموضوع أنت اللي تحدده. أيوة أنت اللي تحدده. يوم ما تيجي لباب ربنا وهتلاقي بابه مفتوح وهتلاقي إيديه مفتوحة ليك، يوم ما تفتح قلبك لربنا وتقول له يا رب أنا جاي ليه، تعال يا رب اسكن قلبي وغير حياتي، في اللحظة دي مش بس هيكون دعائك مستجاب، لكن في اللحظة دي هتكون صلاتك وهيكون صيامك أيضا هو الصيام اللي ربنا يقبله.